السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في الـ Open Source and Construction. إيه الحاجات المفتوحة المصدر في المجال المقاولات ونقدر نعتمد عليها؟ وإن شاء الله تلاقي الكلام ده بالتفصيل في بيم أريبيا. يعني في حاجات مثلا زي الريفت، بنلاقي عندنا الباي ريفت، وده احنا شرحناه برضو بالتفصيل في بيم أريبيا، وده مجاني. وفي الداينامو، وده برضو مجاني. وهنا برضو رموز، اللي ده مثلا شكل اوبن سورس، وده كلاود بيزد. طيب هنلاقي عندنا برضو في الاوبن ديزاين، وده عامل لنا اي اف سي اس دي كي، ونخلي بالنا الرمز دوت اللي هو الاس دي كي. عندنا البلندر، ده طبعا من اقوى البرامج الاوبن سورس، وجواه حاجة اسمها بلندر بيم وبلندر كاد، والاتنين فري. ودول مهمتهم ان هما بيضيفوا بالذات البلندر بي اي ام، بيضيف الاي اف سي، يعني اي عنصر تمسكه تقدر تعرفه على انه اي اف سي، وتقدر تصدره للملف الاي اف سي. وبيلدنج سمارت طبعا بتتعاون في موضوع الاوبن سورس. في برنامج قوي برضو اسمه فري كاد، احنا في بيم قريب شرحنا برضو الفري كاد وبلندر ودينامو وباي ريفت، وان شاء الله نكمل شرح بقيه البرامج خصوصا الاوبن سورس. هنلاقي عندنا برضو اوبن سكاد، ده برضو اوبن سورس، وعندنا اوبن داتا بيم اوبن سورس، وعندنا برنامج لايبراري كاد، ده شرحنا جزء منه وان شاء الله نكمل برضو، ولايبراري دي دبليو جي. انا هحط لكم برضو الصوره دي اسفل الفيديو، بحيث اللي حابب ان هو يزود معلوماته في موضوع الاوبن سورس.